يوجد حدائق منازل كثيرة، وفي مواسير من فجر كثير. بالأخير تمكننا طبعا بعد وصلنا 40 دقيقة داخل المخيم وإحنا بنلف. أول مرة تم إرجاعنا من قبل الجيش، قالوا لنا هذا الطريق غيره، غيرنا طريق ثاني، تفاجأنا أنه الطريق كلياته سواتر ترابية عالية. تعاونت أنا وزميلي في الطريق، تعاوننا وشلنا السواتر الترابية باليد بالأيدي، ثم دخلنا إلى الشهيد أخذناه ورجعنا ويعطيكم العافية. والله اللي صار هو صار اقتحام للحارة مرة واحدة، فقبل ما يقتحموا كان في يعني شباب كانوا في على باب البيت عندي، فطلبوا مي يشربوا مي، فأنا يعني كان عندي قزازة مي أنزل مي إياها، فتحت الباب بدي أعطيهم قزازة المي، فيش ثواني في لمح البصر حسيت إنه في إشي نزل علينا من السقف من السماء، انفجر بيننا. انا بلحظتها ما عرفت وين انا، حطيت ايدي على صدري ولقيت انه صدري كله يعني كله شظايا وكله دم.